أهلا بكم من جديد. زكت الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيسا لها في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي عقد في مقر الاتحاد، وتم اختيار الشيخ فواز الجراح نائبا للرئيس، فيما تم انتخاب كل من أحمد عجب من الساحل ويوسف كريم من الجهراء وأحمد المسيلم من التضامن وإبراهيم الأنصاري من اليرموك وخالد الشمري من كاظمة وعبد الحميد الكندري من الصليبخات وبدر المطيري من النصر وحامد الشيباني من خيطان وأيوب أحمد من الشباب وغازي الجندي من الكويت وفهد الهملان من الفحيحيل وصبيح أبو من العربي كأعضاء في مجلس الإدارة. تم بكل حب وبكل تعاون من الجميع، وقد تمت عملية الانتخاب بكل سهولة ويسر، وقد نجح في هذا الاقتراع أو هذا الانتخاب. ما أحب أحد يبارك لي، أنا أتمنى أن يبارك لي الجميع بعد ما ننجز مهمتنا المطلوبة منا. وينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف. بداية نقدم لك التهنئة على تزكيتك رئيسا للاتحاد، وأنا أود أن نسأل كيف سارت الانتخابات ولماذا غاب نادي القادسية في انتخابات اليوم، وما هي إجراءاتكم في رفع الإيقاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاكر لك أخوي علي على هذا الاتصال وشاكر لقناة الرال. بداية يعني اليوم بعد هذه الجمعية العمومية والانتخابات اللي حصلت، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأندية الرياضية على ثقتهم في أعضاء الجمعية العمومية، ويمكن اليوم أخجلوني في يعني حصولي على الرقم بالكامل من جميع الأندية اللي حضرت. فإن شاء الله يعني إحنا راح نعمل بكل جهد، بداية يعني بالتعاون مع حكومة الكويت وممثلة في وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، ومن رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة ممثلين في مجلس أو عفوا لجنة الشباب والرياضة بأعضائها، وأنا شاكر لهم، وكنا متابعين في السابق بإعداد الشرطين المطلوبين من قبل الاتحاد الدولي وبتغيير القوانين ورفع سحب القضايا. وإن شاء الله في يوم ما يتم المصادقة على هذه القوانين راح نبدأ عملنا إن شاء الله بسرية تامة من أجل رفع الإيقاف. يمكن شيء جدا مهم، يعني اليوم أنا بعد يعني حصولنا على هذه الثقة لا أقبل التهنئة، أتمنى أن نستقبل المهنئين في حال نجاحنا في هذه المهمة. نعم، الاتحاد السابق رصد مكافآت للفريق الفاز بدوري فيفا، هل سيتم إلغاءها أم ستكون ثابتة؟ إن شاء الله بكرة في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد وفي توصية من أغلب أعضاء الاتحاد مشكورين أن إن شاء الله راح يعني تزيد مكافأة الفريق الأول والثاني والثالث، بالإضافة راح يعني تكون هناك مبلغ إن شاء الله للفريق اللي يصعد من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز بإذن الله. هل سيتمكن المنتخب الكويتي المشاركة في كأس الخليج المقبلة، وهل سيتم تعيين مدرب جديد للأزرق؟ ما في شك، يعني هناك خطة إن شاء الله متفق عليها، ولكن أنا اليوم ما أقدر أتكلم نيابة عن أخواني الأعضاء، يمكن قدامنا أسبوع من الاجتماعات بإذن الله، ولكن من أول القرارات نتخذها أنه راح يكون ستاف مدربين على مستوى عالي عالمي لجميع المنتخبات، بداية من المنتخبات السنية وهذه هي أولوياتنا إلى المنتخب الأول، علشان نكون مستعدين في أي يوم يكون في رفع لهذا الإيقاف بإذن الله. بإذن الله. أخيرا، ماذا عن ملف الاستثمار في مبنى الاتحاد؟ والله هذا يعني أحب أتقدم بالشكر الجزيل للأخ إبراهيم شاب رئيس اللجنة المؤقتة اللي سهل علينا كثير من الأمور خلال يمكن الشهرين اللي فاتوا، وفي موضوع استثمار في مبنى الاتحاد، أيضا موضوع الاسبانسر عن قبل الخطوط الجوية الكويتية، وهناك كثير من الأمور إن شاء الله راح نكمل ما بدأوا فيه. ولكن شيء مهم جدا من أولوياتي كأحمد اليوسف هي موضوع مكاتب المراهنات، ويجب إيقافها بأسرع وقت ممكن. نعم، كل التوفيق لكم. كان معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف.